عم كان قريب سنه قريب من سيدي يعني اللي هو الصغير او مني ب 10 سنين، فهو ده اللي دايما كنت يعتبره هو ده اللي حببني في الكوره واللي يعتبر علمني الكوره، اسمه احمد. ده اللي حببني في الكوره انه كان بيلعب كوره بس ما لعبش كوره يعني ما احترفش فيها وكده ما اهتمش بيها، وكان هم كلهم بيعارضوه، كان جدي بيعارضه وكان عمي الكبير بيعارضه وبتاع، فهو ايه كنت دايما بلعب معاه وكان مهاري قوي، فكنت ايه كان هو اللي حببني في الكوره كنت اتصرت بيه وحببني في الكوره، هو ده اللي ايه اللي كنت دايما احب العب كوره معاه وانا صغير. وده اللي كان سن قريب من سني، فايه فما كانش بيضربني كتير بس اللي هو ايه كان مصاحبني، بس كان في مواقف لما كنت بغلط اكيد كان بيضربني.